مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. نقابة عامة للسجون لتركيز نقابة أساسية على مستوى السجن المدني، حضور لجنة مستقلة متكونة من النقابيين، حضور عدم منفذ، وتصور أنتم صندوق سلفناه على شكل إعارة من الهيئة المستقلة للانتخابات الهيئة العليا، إلا أن تعرض زميلنا فتحي الجليلي اللي كان معناها مسالم وقاعد على كرسي القيود في مجموعة اللجنة، إلا تعرض على العنف الشديد، تصور عنده كسر على مستوى الأمن اللي حاطه كان في غيبوبة، وكانت لطفة لصاحبي اللي كان ممكن مطلع حتى نزيف داخلي قاعد تحت المراقبة الطبية لمدة يوم كامل، معناها الحالة متعقدة. الشيء هذا الممارسات، احنا ضد العنف، احنا وقوف من اليوم مانيش باش نبرر العنف، ولا انا دعاة فوضى ولا انا دعاة عنف. اليوم وجود انا تضامنا مع زميلنا فتحي الجليلي اللي تعرض للعنف، وهذا مكتب تنفيذي، ونحب نشكر اللي مش هبت رجل واحد مش نقف صف واحد، لان على تحت دائرة القانون، هذا قانون فوق الجميع. احنا لنا قوة حامل للسلاح، مؤسسة مبنية على انضباط، ونرفض العنف سيرتو من زملائنا. احنا نرفض حتى مجرد العنف النفسي اللي تعرضه اي زميل، هذه من اخلاقيات العمل النقابي. التعب اللي سببته لكم خاصة في الجهاد تونس سوسة مستير سيدي بوزيد القروان القصرين جربة بالنسبة لي الله غالب هذيك هي ضريبة العمل النقابي، سواء كانت في المؤسسة الأمنية أو غير المؤسسة الأمنية. للأسف الشديد بالحق نقولها ونعودها، للأسف الشديد حتى وسائل الإعلام اللي اتصلوا بي أو سجلوا معي سلكوني كنت حاشم على روحي لأني ولد المؤسسة الأمنية. الشيء اللي صار باش الزملاء كل تعرف، راهو لا دخلنا في كونفلي، لا دخلنا في فوضى مع حتى حد. احنا كنا متواجدين في مكتب، تواجدي كان بسيفتي كعضو مكتب تنفيذي مشرف على انتخابات النقابة الأساسية التابعة للجامعة العامة للسجون الإصلاح المنضوية الصلب للاتحاد الوطني نقابة قوات الأمن التونسي. يسدد لي لكمة على مستوى مؤخرة الرأس، مباشرة مهزني في راسي طول، جيني ضربة وست علم صغيرة كانت موثوقة بحجارة نتاع الخام، تثبت في كسر مضاعف على مستوى الأنف من طرف عرفات العماري اللي هو كاتب عام النقابة الأساسية بالسجن المدني بالسفاقس، تابع النقابة الوطنية طبيعي جدا من مال النقابة الوطنية. السبب اللي لحد الساعة هذه ما نعرفوش، لكن حسب المعطيات وحسب المعلومات اللي عندنا أنه بعد ما نسلخوا 96 نفر من أعوان وإطارات السجن ويرغبوا في التحاق بالجامعة العامة للسجون والإصلاح. في اللحظة هيك ما نكذبش عليكم، أنا فقدت الوعي، تلقيت الإسعافات الأولية من بعض ضفيان الزملاء المتواجدين غاديك، ثم الإسعاف من طرف الحماية المدنية في اتجاه المستشفى الجامعي لحبيب برقيبة، اللي بالمناسبة حب نشكر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اللي ساندتني نقابة الأساسية زوز تاع المستشفى الجامعية. مستشفى الجامعي الذي شاكر لحبيب برقيب، كيف نشكر الإطار الطبي والشبه الطبي اللي تقريبا تجندوا الكل ويرحم والديهم وبارك الله فيهم على الشيء اللي عملوه معي. هو اللي قام برقبة الغرز على مستوى الأنف، وهو اللي تعهد بإجراء العملية الجراحية اللي باش نخضعها في المدة الجاية إن شاء الله، بعد ما بطبيعة الحال ينقص النفخ المتواجد على مستوى وجهه. للأسف بالحق راني نبقى ديما نتأسف أنه شخص يجي يخدم في زملائه. الحمد لله أني أسست العمل النقابي من 2011 إلى حد هذه الساعة، وتدرجت بشوية بشوية من كاتب عام نقابة أساسية إلى عضو مكتب جهوي إلى عضو مكتب تنفيذي. ويمكن يكون بالنسبة لهم هما أو بالنسبة لبعض وخيان، أنا ديما نقول وخيان حتى ولو صار شيء هذايا، ديما نقول زملائي وخياني، أنه الشيء هذايا باش يحد من معنوياتي على أساس باش نوخر بتالي، لا بالعكس. صدقوني أعطاني أكثر عزيمة وأعطاني أكثر قوة باش نواصل في ميدان النقابة. لأنه مبدأ بالنسبة لي. والشخص نقولها للناس كل. فكرته أنه العنف أو التلفظ بألفاظ نابية أو إنسان ما عندوش مبدأ أو أخلاق ما يزموش يكون نقاب، لأنه الأمني أو المنخرط اللي باش أنت تدافع عليه يزمو يحس أنه النقاب اللي مقابله نظيف اليد، نظيف في مخه، يعرف يتكلم، إنسان مسؤول، إنسان ما يرغبش لا في مسؤولية.